في عدة أيام وقبل عدة أيام أعلنت وزارة العمارة والإسكان والبلديات افتتاح مجسر الفنون الجميلة في بغداد كأول مشروع يتم إنهائه بحزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية. الأولى المشروع نفذ بفترة قياسية وصلت إلى 105 أيام فقط، وسيكون هذا المشروع نموذجا للمشاريع التي يتم العمل بها مستقبلا وبمدة لا تزيد عن نصف المدد التعاقدية طبعا. ولم تمضي سوى أيام حتى رصد شاب عراقي تخريبا متعمدا لفتحات الصرف الصحي على جانبي الشوارع أسفل الجسر، منددا بهذا الفعل مطالبا بوضع كاميرات مراقبة لرصد كل ما يتجاوز على ممتلكات الدولة. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم هين؟ يعني بس حبيت انوه على شيء على الجسر الجديد. يعني هو الجسر ما صار له 7 أيام انه انفتح. شايفين شيء ايش مكسرين المجاري مالته؟ هاي الشارع يعني جديد، يعني هاي الخبث بالدم بعض الشباب العراقيين يمشي بدمهم ما ادري. هاي مكسرها، شايف هذا الشيء مكسر وماشي. هاي باع الشارع هذا جديد يعني. هذا حسب له يعني شهر يرجع خرابه. كسر وماشي. إيه ليش زين ليش أذاك ضرك بشي؟ المواطنون العراقيون فرحون بالإنجاز السريع وبالمجسر وبجماليته التي أطفت روحا بغدادية في المكان. طالبوا الحكومة بمزيد من المشاريع والمجسرات لفك الاختناقات المزمنة في شوارع بغداد، بينما نجد أن أهالي بغداد يشجعون على البناء والإعمار لإظهار العراق بصورة أفضل وأجمل وبخدمات تليق بهذا البلد وبمواطنيه. هذا جسر مال فنون جميلة بعد، انتظر عبور إشارات مرور بعد الألوان نشوفون هذا الجسر. هذا اللون يعني شركة محترمة، إذا ليموني لو أخضر لو أبيض يعني مو زينة. باع الترتيب، باع الشوارع، باع الأرصفة والرصيف. الرصيف ايش قتلوا؟ هاي مال عبور، إشارات مال الجيش، كلها ناس لا ازدحام ولا شيء، ماكو ازدحام. هاي بس هاي تعديلات يعدلون. باعوا عاشت ايديكم على هذا الرسم الحلو والترتيب الحلو. نتمنى كل الجسور وكل الطرق تصير مثل هذا الجسر. بغداد اريدها هيجي، احنا وياكم ان شاء الله نصور لكم، يعني مو بس الشغلات السيئه، لا احنا وياكم حتى الشغلات الحلوه لا ننشرها، والناس كلها تشجعكم ان شاء الله. شوفوا التعليقات كلها حلوه ان شاء الله. نعم يعني ما ادري مسؤولين ما اعرف شنو ديفيدون ما اعرف شنو سيارات يمكن وزير ما اعرف منو. بعد جسر ايش قاعد من جوا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى بغداد تصير هيك بهالنظافه وبهالجمال وبهالرقيق. شوف شلون ترتيب حلو، سيارات مرتاحه، ازدحام ماكو، اشاره مرور تشتغل. بعد شلون شارع فارغ بعد. ليش؟ لان هذا خدم المواطن زين. قلت له انا جاي اعبر هاي مال المرور، سيارات كلها واقفه. هاي فنون جميله. قلت له حمرا لازم اوقف. شوف قلت له سيارات جاي تمشي وحمرا، هاي المفروض اوقف هسه. ردود الأفعال والتعليقات على ما فعله الشخص المجهول من تخريب متعمد كانت كثيرة ورافضة لهكذا تصرفات غير حضارية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه التجاوز والتخريب ومحاولة تشويه منظر العاصمة بغداد كما شاهدنا في مقطع الفيديو الأول. نبدأ تلك التعليقات من تعليق كتبه أحمد. يقول أحمد في تعليقه: أول شيء هي مو قوية، ثاني شيء
ترى بغداد متروسه، لفوا مع احترامي للزيانين، شكو واحد زايح تلقاه اجى سكن ببغداد، وهاي النتائج اكيد، لان لو ترجع لها البغداد الاصليين ابد ما عندهم ايش سوالف. تعليق ومداخله اخرى من مصطفى التكريتي يقول: هذا متاكد مسوي كفشه وشعره مفتل بتريل الدبق ومنزل زلوفه على خدوده ولابس شفقه باد بويز قوه طابه براسه وبنطلونه نازل واسود ومشلح. تعليق اخر من عبد الله: هذا عدم الانتماء، نزوح اغلب المحافظات العراقيه الى بغداد مخليهم يحسون بحبهم لمحافظتهم للاسف، وكان قانون 57 ساتر على بغداد. تعليق اخر من حيدر: ترى افشل النوعيه هاي، وهاي السياره اللي ساحقه عليه يعني شارع مخليلي من هوله عاديه اردا شيء، لا تصير خير اللي تصور، وانت ابو البيج لا تصير خير براس غيرك. تعليق ومداخله من ضحى جاسم الفضل: انا اقول ليش؟ لان ماكو كاميرات مراقبه تراقب، وحكومه تعاقب، من امن العقاب اساء الادب. لو يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخربين ورصدهم واجبارهم على دفع الغرامات الماليه، ما شفت أحد اتجرأ وخرب. تعليق من علي مصطفى: المنهولات من أردأ من المنهولات، أني أحكي كنت أشتغل عامل بمحل إنشائية، وهاي نوعية المرسوم عليها أسد تعبانة، بعدين أدري وين أكو منهول فايبر جلاس إي غير حديد.